أيضا بكهف الجن. يقال عليها مدينة الجن، مدينة الوصول إليها صعب. باش توصلها لازم لك يومين متواصلين مشين على الأقدام. عييت بزاف، ريقي نشوف. تطلع الجبال وتمشي مسارات وعرة. مدينة إذا دخلتها الخروج منها راح يكون صعب. الثالوث الوحيد في العالم الموجود على اليابسة. عجبا تنفعك هنا. وقيل أنها سكنت من قبل الجن والبنت. تخيل معايا أنك تكون في هذه المدينة تايه، مش عارف طريق الخروج كيف. الشخص الوحيد الذي دخل إليها هو ساحر الأكبر على مر تاريخ البشرية، أليستير كراولي. في جدرانها رسومات غريبة. أطلبها. كل الناس عندها تفسير واحد. يعني الجن. فيها الكثير من الألغاز والأساطير. بكري 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 يا بكري. وسمعوا هضرات تخرج من هنا يا تقولهم. تقول هكا. يقولوا هكا. هذا هنايا يقولوا له غرانديا أو الإله الأعظم تحم. خبيب راح يأخذكم رحلة إليها. باش نفكوا الشفرة. اليوم إن شاء الله راح نحلوا ونفكوا الشفرة تاع مدينة سافار. ونزيلوا كل الأساطير والأقاويل اللي دارت حولها. وهي أكبر مدينة كهفية تحتوي على أكثر من 5000 منزل كهفي. مرحبا بكم في سفار الحلقة المفقودة. تقع سفار ضمن منطقة تصيلي ناجر اللي تعني بلغة قبائل التوارق هضبة الأنهار. وجودها في عمق الصحراء الجزائرية وتمتد لغاية حدود ليبيا. ومساحتها أكبر من مساحة دولة الأردن بقدر 89342 كيلومتر مربع. بداية رحلتنا راح تكون من مدينة جانات في اتجاه آخر نقطة تقدر تمشي عليها العربات. وين وين نروح الحاج؟ وين؟ هذا جبل؟ هذه كامل؟ هذه كامل يا الحاج على كان كان واحد شوقها مازال الحاج كاين هليكوبتر الحاج على يعني هذا الحاج راح يكون مرافقنا في هذه الرحلة. هو مسكان توارك نومادز اللي كانوا عايشين في هذه المنطقة ويعرفها شبر بشبر. واش خبي قال لك الصعاب؟ ما قدرلهاش الحاج. باش تمشي رحلة مثل هذه لازمك تسرح مسبق من عند الحظيرة الوطنية، ولازم يكون معك جايد يكون عنده علم كبير بهذه المنطقة، لأنه التيهان فيها ممنوع ويعني الموت. شوفوا هنا دوم الأدوات المؤونة اللي راح نديوها معنا، راح نحطوها فوق الحمير باش تطلع هذه الطلعة وتوصلنا حتى لسفار، لأنه هنا ما تقدرش تمشي جمال على الصخور، لكن حمار ذكي جدا في المسارات الجبلية. لمينا كامل أغراضنا وانطلقنا في رحلة أكثر ما سمعنا عليها أنها حتكون صعبة. والبداية بدينا على الساعة 10:30 باش حال راح نوصلوا الله أعلم. أول تحدي لنا كان هذا الجبل الكبير، لازمنا نطلعه كامل. قبضينا الصح، طلعوا على الصخور هذا. درجة الحرارة شحال تقول زعما؟ 30. كي تطلع العقبة لازم تطلع عند رجليك برك، ما تطلش الفوق. كنت طلع راسي تاعي. إيه. أكتشوفوا طلعنا منا، إحنا بنتنا خلاص ويا مازال الصح. شوف زدنا نطلعوا هذا كامل، روحوا له منا نطلعوا هكا 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 حتى نوصلوا راس الجبل. يعتبر هذا المسلك الوحيد اللي وصلنا، لهذا راح تشوف كثير من الدواب راجعة وطالعة. بعد مدة قصيرة لقينا روحنا وصلنا للأعلى، أرض مسطحة فيها أشجار وصخور منتشرة في كل الجهات. وأخيرا وصلنا للأعلى نقطة هنايا. ما تصدقش باللي كاينة أرض مسطحة هنايا ومنها هبطات عجبك. كنت نظن أن هذا هو الصعود الأول الأخير، ولكن ما زال أكثر. الأولى برك يا بابا أخوي. علاش الأولى؟ الدوزيام والتروازيام ما زال كاش منها. دخلنا الفالي هذا واسع، ما تقولش بلي دوك نطلع جبل ما نلقى والو، لا تزيد تلقى حاجات أخرى كأنه سطح أرض واحدة أخرى. من هنا استنتجوا على سماوها التصيلي ناجر اللي تعني باللغة التركية هضبة الأنهار، مثل ما نشوفوا أمامنا. شوف سبحان الله هنا الجبل كيفاش مداير كأنه بالكونات. شوف وحان الوقت الآن باش نزيدو نتسلقوا جبل ثاني. هنطلعوا ديال الحاج؟ ايه. ما كانش هليكوبتر ولا درون طلعنا. نطلع فالي. رانا على 1400 متر. هاد الطلعة سموه على اسم تاع جمل. اسمه؟ أزرغف. طاح هنا وسموه العقبة. الحر كان شديد والتعب كان يزيد. لي غنايا تاعنا شو معي شحال نوع تاع حجر كاين. كاين هادو طايحين على بعضاهم، كاين هادي صغيره هنايا. ورغم التضاريس الصعبه اللي كنا فيها كان فيه العديد من مصادر الماء موجوده في هذه المنطقه، ومنها تشرب العديد من الحيوانات وتعيش، ابرزها الاروي والغزال، كذلك الوبر الصخري والقطط البريه والفهد الصحراوي لاماياس.
مع وجود كثير من السحالين راح تشوفها في طريقك وانت تمشي. نظن انه هالطريق راح تروح كلها طلعات، خاصنا نقزو من هنا للفوق، لكنها ماهيش سهلة مثل ما تشوفوها. خاصنا نطلعوا هذه الطريق كامل ونمشيو على الكثير من الصخور المتحركة، يعني تقدر رجلك تدور في اي لحظة. فحذاء يلعب دور كبير في تسلق هذه الجبال في هذه المنطقة، وهنا رسميا نقدر نقول انه بطاريتي انتهت. يعني وصلنا المرتفع الاخير، انا تعبان بزاف. بصحت واحد ربي يشوف مناظر كيما هذو. هذو المناظر خليك تامن بلي ما يقدرش انسان يخدم حاجه كيما هذه. وهاد الارض متخلقتش هكاك برك، ماهيش بضغط الزر وماهيش حاجه اكسيسيبل للناس كامل. لما كملنا صعودنا لقينا ارض مسطحه وشاسعه تمتد على مدى البصر. شوف معايا البلاطو، هادو يسميوه البلاطو، على ما تلوح عينك ما كاين والو. رغم أني سافرت الكثير من الدول عبر العالم، لكن مسار هذا فيه مناظر خيالية. شوفوا جماعة، احنا كي طلعنا الفوق عطاوني هذه اسمها التكادور، تمر مدقدق حاطين فيه البشنة والكليل، قال لك هذا قنبلة تخليش كرشك تجوع. قوة ماهيش حلوة هذيك كيما تمر وحده. واو ليك الساندويتش كيفاش مخدوم، ندير معاه لقطة يا قطر عليا. بعد ما خذينا قسط من الراحة في هذا المكان، حان الوقت باش نمشيو ونكملوا رحلتنا قبل نزول الشمس. ومن فترة لفترة كنا نشوفوا أثار أقدام الغزال. كان هنا يلعب، شوف هذو كامل الطراس تاعو. مشى منه. حتى الذئاب مرت من هنا وخلات أثرها. وأنت ماشي، ظن أنه هذا المكان مجرد صحراء قاحلة، مليانة صخور هنا وهناك، ولكن فيه شجرة لا توجد إلا في هذا المكان من العالم، اسمها الصرو الصحراوي، وهي أقدم الأشجار في العالم بعد شجرة الصنوبر الشائك. وفي هذه المنطقة بدينا نشوفوا منازل الإنسان ما قبل التاريخ. الإنسان البدائي كان يسكن هنا، حتى الناس اللي جاوا تاع البادية نوماد استغلوا نفس المكان. أوه شوف شوف رسومات، شوف مسكن راقد فيه بنادم. كانوا يرسموا ويوثقوا حياتهم اليومية على الصخور، يرسموا الحيوانات يقابلوها. كل ما تلقاو هكا شحر عرفوا بلي كانوا يسكنوا فيه الإنسان البدائي تاع العصر الحجري. ولا سموه العصر الحجري؟ لأنه كان يستعمل فقط الأدوات الحجرية. ما يستعملها باش يرحي، والله يجيب بقرة نتاعه ويحلب. كيف تبصي؟ نعم، بين كل هاد الصخور كانوا يعيشوا ويمشوا ويقضوا حياتهم اليومية. كملنا المسير ومعنا الجايد تاعنا الحاج، لكن كل مرة يمشي ويلتف لينا يتأكد أننا في صحة جيدة. في مكان ليس ببعيد عن هاد الصخور لقينا حاجة. غربت الشمس، كاين الماء؟ مكان فيه مياه ونظيفة للشرب. أوه نظيف صح. هاي قرعة عمروها لونها شوية أخضر. بسم الله. في ريح تراب شوية صام عليش، تكون في وسط الصحراء ما عندكش خيار، تبداش تشرد. فريق التمين وصل، بدأوا بتحضير الأكل. أوكي وصلنا للمكان اللي راح نخيمو فيه. نشوفوا الشمس هنا كي نزلت كيفاش مدايره الشفق تاعها. طاح الليل، شو معنا خاصنا نوجدوا العشاء. خليني نشوفوا الشيف عبد الله واش طيبنا اليوم الشيف. اليوم إن شاء الله ندير لكم الطعام. أيوة الطعام باللحم، اللحم تاع الغنم. تاع الغنم اليوم الوجبة اللي راح نحضروها هاد الليلة أكلة معروفة في الجزائر وفي شمال إفريقيا، اللي هي الكسكسي. يختلف تحضيره من مكان لآخر، لكن أنك تأكله في مكان كهذا حيكون عنده طعم آخر. شاف يحضر فيه وإحنا ننتظر. شمع تخيل بس لبس طعره والبرد مش نورمال. نديرو لنا السوب الأولى هذه. بسم الله هذه تسخن بها روحك تيجي الطبق الرئيسي. هاز الكسكسي عندكم من وقت شتو ما تاكلوه؟ اي ما ناكلوه. طبق تقليدي قديم عندكم؟ الله يبارك. اوكي الله 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 شوف شو الابداع. تفضل. هاي الحاج تفضل انت الاول. بسم الله. الذوق كان رائع، حسيت كاني في المنزل. حلو ما شاء الله عليك. هاز ايش رايك؟ مليحه. تاكل كسكس فوق البلاطو على ارتفاع 1800 متر، توجد روحك باش تروح سفار غدوة ان شاء الله. آخر نهار جديد في مكان جديد. البارح كان شويه الريح، خلينا نروح نفطروا نشوفوا المنظر تاع الشغل ونقلعوا نشوفوا السفر. المكان اللي خيمنا فيه كان اجمل بكثير مما كنت نتخيل. اشعة الشمس اللي ضاربة في الصخور مع الهواء العالي اللي مع الصباح متعة لا توصف. حان الوقت نضبو أغراضنا وننطلق في رحلة اكتشاف المجهول. الساعة تشير إلى 8، لازمنا ننطلقوا بسرعة.
خلاص راح نبدا الرحله تاعنا، ماشي نحو سفر. الشغل تاعي كل مره نديرو بلقطه، تعلمت هكا شويه بصح ما بايش الا راني 100% صحيح ولا لا. تحس روحك راك رايح للمجهول، ماكش عارف وين. شوف مساحه شاسعه كبيره، وين ما ترمي عينيك كاين حجار. اسهل مكان تيه فيه هو هذا، وتموت ما كانش منها تبقى تعيش وكلشي. وما تعرفش الاتجاهات شرق وغرب، وما يكونش معك مؤونه راحت عليك. كثر خير الحاج اللي راه معانا يعرفها شوكه بشوكه. حاج سهله باش تيه هنايا؟ ايه سهله. كان الناس بعته هنا؟ ايه بزاف. ماتوا؟ بزاف. ها واحد قبر، هذا قبر تاع انسان جديد ولا قديم؟ لا قديم شويه. قديم. هذا قبر زوجة احد المرشدين اللي كانوا عايشين في هذا المكان، كبدوا رحل لتوفت منذ سنوات طويلة. قبر المرأة فيه حجرتين في الأمام وحجرة في الجهة المقابلة، أما الرجل تلقى حجرة في كل جهة، ويوضع رأس الميت باتجاه القبلة. وجهة وجه القبلة. أيوة. على الجهة هكذا. كملنا المشي نحو مدينة تسمى بمنهاتن الصخرية. والآن وصلنا لواحد المكان أقل ما نقدر نقول عليه أنه أسطوري. شوفوا معي هذه الجبال اللي خلفي، هذا المكان يسميوه إناليوان. شو ما هي شكل الجبال فيه، كيفاش مداير من كل الجهات، ماشي غير جهه واحده، منا 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 ما يخلصوش. سمي هذا المكان بمنهاتن وسبب ارتفاع صخور وحدتها، صخور لا متناهيه، انك تيه فيها اسهل حاجه، اما انك تبقى على قيد الحياه اصعبها، كانها ناطحات سحاب مصغره وسط الصحراء. الان بديت نفهم لماذا سموا سلسلة جبال الطاسيري أكبر مدينة صخرية في العالم. هذه إني اللي وان كانوا بكر هنا عايشين هالبدو والرحل. الهواء الأولى اكتشفت السفارة كانت هنا توقيم، هذا هو المكان، يعني هاد كامل المنطقة يعرفوها شبر بشبر. لكن بعد ما حل الجفاف كامل مشاو هبطوا للمدينة ولا بدلوا المناطق أخرى. في الهواء الطلقة كانوا يعيشوا هنا، يخبيوا السلعة تاعهم في هاد الأماكن هنايا، ويروحوا يرعوا يرعوا يرعوا، كي يجيو يحتاجوا حاجه يعاودوا يهزوها من هنا. شو معايا كي تمشي في الشوارع تاعو ماهيش مؤبده، خلينا نتفاهموا. هنا صخور، شو الرمل هنايا، تلقى مساحات واسعه شاسعه هنايا الداخل. وروح تشوفوا هنا واش كاين، حجره على شكل قلب. هذاك اش واحد كان يعيش هنا دار هديه لزوجته، صح الحاج؟ وين ذاك الحال؟ تضاريس تاعها غريبة جدا. أنا رايح السفر، لكن قبل ما نوصل لقيت هذه المدينة، حسيت روحي خلاص وصلت كأنه المهمة تاعي تمت، لكن مازال. في هذه الصخور لقينا الكثير من الرسومات، فيها حيوانات وعربات تحكي يوميات الناس اللي كانت عايشة هنايا في قديم الزمان. إيه هنا راهم يتبرزوا، عندهم هذاك اللي يحمي والرمح تاعهم هذاك. فهنايا شوف راهم راسمين بلي كان عندهم سهم هكا. في الصيد باستعمال الكلاب الصيد، هاهم ثلاثة طايرين بالموفلو، وهذاك شاد الرمح. الآدم يرسموه على شكل مثلثات متقابلين في الراس. هكا. عندها راس شاقولي، شوف المثلث هاك. دايما نقول لكم كي تكون مغطية كيما هكا افضل مكان للعيش، حميها من البرد ومن الحراره. انتما كنتو تسكنوا هكا؟ ايه نسكن هكا، خط الدخل تاع هنا، عين تاعي هنا وريح هنا، نفرش هنا وريح هنا. كيفاش كان في الصيف، سخانه ولا البرود؟ لا البرود، ما بقاش سخانه هكا. والو؟ واه. في الشتاء؟ في الشتاء في الشتاء في الشتاء، كي تدخل في الجبل هنا خلاص ما كانش برد، كي تدخل برا تلقى البرد. ما يجيكمش حيوانات هكا بريه يجي يدخل عندكم؟ والو. ما يجيكش مثلا ذيب ياكل لك؟ والو، الذيب كيلقاها برا واخذهم ياكلهم. ايوا لازم يكون ديما يكون واخذ معاهم. ما تلاقيش قبل الفهد هذاك ليوبار؟ بكري كنا نشوفوه في الصخره، مره تشوفه مره موت بزاف، وضربوا شعر في مره شعر ماتوا. سلكوا الكرا وتريسيتي راهو كل بعض. ايوا حكي الحبيب. يعطيك الصحه الحاج، هذا فيتامين سي بي ا كلشي توصلك حتى لغات ليبيا. وصلنا السير على الرمال هذه المرة. صح اسمها البلاصة هذه، شو وين خرجنا؟ هذه اسمها تتغصنا دياس. دياس. شو كان منا الحاج؟ جامع. جامع؟ أيوة عندكم جامع هنا. الإمام يجي هنا. الإمام. هنا اسمها القبلة منا. القبلة منا. كيفاش تعرفوا لي الإمام؟ مش بعيدين. إيش عليه؟ نعرف الغلوة الغيرة، نعرف يوم الجمعة، نعرف كلش. ورمضان كيفاش ديروا؟ نطلع فوق الجبل ونشوف الهلال. طلعت. سبحان الله يا الحاج. الحاج. حاجة أفضل وقت لقيته في حياتي، مني تكون نقدر نعيش معكم يوم بالطريقة هذه. والله سخفتوني المعيشة تاع بكري. مشينا فوق الرمل، ومن بعد قابلونا صخور. يا أخي هشام، نحن درناهم بكري هاي فوق صرصة من هنا، معمر البل تاعنا. البل تاعنا راهم
بلاصه ساكن في هذاك ساكن في بلاصه النياقه خطهم هنا في هذه هنا اسمها انتهامي هنا الحاج كان يسكن بكري هذه كانت خضراء كامل للاسف دكره جرداء فيها والو ابقى ناس بزاف ونوصلوا السفر واش دور واحكم حاج هاك واش باش تشوف السفر نعرف الطريق ها كوما شنو تتيهو حب المغامره والاستكشاف يخليك تمشي وتزيد تمشي فقط من اجل الوصول لهدفك وبعد كل هذه المسافه اللي مشيناها قابلتنا مجموعه كبيره من الصخور دون ان نقتربنا من هدفنا وصلنا البيضاء فيها تراب شويه بيض واحد ما فيهاش تراب والسفاره السوداء بدايتنا هتكون بسفار البيضاء نبداو الجزء تاعنا ندخلوا السفر حبيت ندير في الجي بي اس المكان تاعي نعينو لكن موش يعطيني في الاحداثيات الصحيحه فخلينا نروحوا مع الجايد من بعد وش عليه اول خطر يواجهك انك تتيه علاه لانه شوارعها ضيقه والصخور اللي راك تمشي فيها كل صخره تشبه الاخرى فما تعطيكش الصح ما انتيهوش يا اخي والو انا خايف شوف شوف معايا الحجر من هنا كيفاش مزيان وماضيين كتال البحر شوف من الشوارع كيفاش ضخمه وعندها مفترقه الطرق كانك راك في نيويورك ولا في مدينه كبيره تحب تروح منا تحب تروح منا كاينه دوره من هيه كاينه حجر واحد اخرى مقسمه سبحان الله كان عباد اللي قسموها ماشي هكا كبر وانت ماشي بين شوارعها راح تشوف نفس المنظر على اليمين والشمال حتى امامك كل الصخور متشابهه سهل جدا انك تتيه ازقه واسعه ومليئه بالرمال نفس المنظر وين ما ترمي نظرك لابعد نقطه حاجه تحيرني شغل كاين الرمل هنايا صحراء حقيقيه عجيبه تضاريسها شوفوا هذه فتحه كيفاش مدايره ثاني يتم يجي الماء ويهبط لتحت شوف هنا واش كاين جحور يقدروا حيوانات اي حاجه تقدر تعيش في هذا الجحور شوف من الرمل كيفاش قاعد ليه شوف منا كيفاش يهبط الماء في هذا الواد ويخرج ليه يزيد يدخل منه كاين فيه اللي يروح منه وكاين فيه اللي يكمل طول سؤال اللي جاء في مخيلتي لما وصلنا كم من شخص كان عايش هنا قبل 20,000 سنة كيف كانت الحياة كم من شخص مات كم من شخص تاه بين جدرانها بين هذه الأزقة ضيقة ممكن الرمال تكون غطات جزء من التاريخ لكن ظاهر أنها مدينة مليئة بالأسرار الرسومات اللي وجدت على جدرانها خير دليل لقى صخور كيما هكا وتحتها كاين جداريات رسومات كثيرة وأول رسمة أثرت الجدل في هذا المكان الإله الأصغر جراندير الأصغر هذا مدير كيما هكا يقولوا عليه بلي الإله تحم اللي كان هنا يا عبدو شوف كيفاش مدير عصعصا في يدو عنده راسه هنا خارجين حاجات وهذه معمرة بالرسومات شوف ليه شوف يجي هذه الرسمات اللي فيها كبار هذو أضخم رسمات شفتهم لحد الآن في هذه المنطقة تاع التاصيلي شوف شوف هنا يا العباد عندهم ربع يدين شوف هنا معمرة بالرسمات وكامل تدل على حروب وصراعات في القديم كانت أمامهم إلا بعض المواد الأولية باش يرسموا هذه الرسومات واللي هي عبارة عن صخور ملونة أو طين أو فحم أو حتى الدم وشيء محير أنها بقات موجودة لحد الآن بعد آلاف السنين هذا يبين أنهم ما كانوش يرسموا عشوائيا بل كانت مواقع رسوماتهم مدروسة جيدا هنا يقدروا يعيشوا ومن فوق يرسموا جداريات تحت يعني على سطح الأرض منا وروح تله تقدر عد الرسومات المكتشفة لحد الآن حوالي 30,000 رسم 4,000 شكل صخري كنت تخيلوا معي مدينة كيما هذه كاملة معمرة بالحياة ماشية هنا تمشي والناس تجري حياة فيها لكن فجأة تقدر تختفي الحياة ما كاين حتى واحد بقوا غير الرسومات والآن وصلنا الرسمة الأهم المهمة اللي معروفة بها صفر واللي منها تكون تحت الأسطورة هذا هو اللي يسميوه جرانديا الإله الأعظم تاعهم كاين اللي يقول كانوا يعبدوه وكاين يقول هذا كان جن الله أعلم شو التفسير الصحيح العبد من تحت كيفاش راهم رايحين ليه خايفين منه شوف هذا كيفاش هز يديه في السماء هذه المرحلة سموها بيريود دي تيتروند يعني رؤوس المستديرة قالوا يتعبدوا إله نتاعهم هذا كامل راهم دايرين ليه شغل يديهم هكا طالعين شغل راهم يتعبدوا فيه هازين يديهم للسماء ودايرين منا واللي منا دايرين منا طول هذا الرسم 3 أمتار يطار فيه جرانديو اللي هو الإله الأعظم بعضلات اللي تعني السلطة والقوة
وتحته الناس يتعبدوا له ويقدموا له قربان، والأغرب في ذلك شكل رؤوسه كأن الناس نزلوا من الفضاء، وكان في صور للمركبات الفضائية. شو الشكل هذا ما عنده حتى تفسير لحد الآن. كان واحدة هنا واحدة ليه مش قزم زعما نزلوا عندهم تاع الفضاء بكري ولا شافوا حاجات كيما هكا آلاف سنين قبل الميلاد. درك إلا ركزت فيهم ياك تلقى حوايج كأنه فضائيين ولا غواصين في الوجوه نتاعهم. عين واحدة. عين واحدة. اسكي هذا الماء يعوموا وهذاك خارج من الماء. وهذه الشكل ندير هكا أو في كرشو هذا في كرش كراندي وشو خارج منه حيوان وفي وسطه حاجة. شغل الشمس هكا. دائما تحت هذه المرحلة كاينين أشكال غير مفهومة نتاع كيلسوف. تخيلوا معي مدينة كيما هذه بالبناية تاعها، حنا ما جينا نوصلوا هنا واش لقينا؟ لقينا باللي كانوا بدو الروح اللي يعيشوا لهي هذو غير هنا، فما بالك مئة سنين قبل، آلاف سنين قبل الميلاد، يعني عاشوا هنايا وممكن يعني ما يشوفوا والو من غير هذا الحجر، لو تصب المطر قادر يديروها شغل إله، ما يعرفوش، ما يعرفوا والو، يعيشوا بالطريقة البدائية، يعني تلقاهم قوم مقابلين بزاف حاجة أنها تجيها ويتقبلوها، يلقى حجرة كمعوجة يقول آه ممكن هذه إله حاجة، يلقى هكا الشمس يقول هذه الشمس نسميها إلهي. شو معايا هنا تاني كاين رسومات واحدة أخرى تاع أجسام غريبة قاعدين يتعبدوا كيف مطلعين يديهم كيما هكا، هادو راهم دايرين لنا قاعدين يتعبدوا، بصح شوف الريسان تاع هذوك اللي بيناتهم كأنهم فضائيين. ما هذا واضح باللي فضائي، شوف راسك كيفاش مدور. شوف هذا تاني، شوف هذا قاعد عنده حاجة فوق راسه، وكاين واحد فوقه خلاص يبان جراندي، هما هذو قاعدين يتعبدوا له. يعبدوا فيه. شوف لتحت يجيبوا له قربان تاع الحيوانات. راهي مخلطة ما تفهمها وين رايحة منين جاية. شوف هذه الصور هنايا تاع النساء تاعهم مع مولات صغار تاعهم. شوف هنا الصورة تاعهم كيفاش خارجة. شوف هذا سبحان الله يبان إنسان صح. شوف هنا كيفاش هاو إنسان طايح ميت. شوف راسه كيفاش مداير هاكا وهو طالق روحه في الأرض. شوف هنا هذا إيماجينيشن كيفاش وصلت لهم لهذه النقطة، كيفاش يعرفوا تاع الفضاء، كيفاش يديروا هذه الخودة هكا، كيفاش يديروا. اكتبوا لي في التعليقات التفسير تاعكم كيفاش. هذه الرسومات كانت مدفونة في هذه المدينة حتى تحدث عنها الرحالة برينان اللي اكتشفها سنة 1938 يبان الاحتلال الفرنسي على الجزائر، لما دار رحلته بين الصحراء الجزائرية نحو ليبيا، وبعدها تحدث عنها عن آثار الفرنسي هنري لوط عام 1956 ولكن بمساعدة ابن الطاصيري جبريل محمد اللي شفنا قبر زوجته في طريقنا. وهذه المدينة ممتدة حتى الحدود الليبية. حجارة 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 حتى تخلص ليه تكرانا مولين وحنا نرجع على نفس الطريق، يعني لو نروح هاك ولا هاك انتهوا. رجعنا للمخيم والتفينا حول ألسنة اللهب وتبدلنا أطراف الحديث كل واحد القصة اللي يحكيها، مع اعتساء بعض الشاي الصحراوي. الكثير من الأفكار جاتني في هذه الليلة حتى نطبقها غدا صباحا. في الحلقة القادمة راح نغوصوا أكثر في سفار ونجربوا تجربة التيهان، نصور صورة جوية بالدرون ونرسم مسار عشوائي ونمشي عليه من نقطة ألف نمشي حتى نعود نرجع عليها.